قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي قبلة قلبي كعبة ربي يممت لها شوق حياتي بين صلاتي وتحياتي هي في عيني هي في ذاتي وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات وأراها وأحب أراها وأصبر نفسي للقاها معجزة ربي يبقاها حرما يزخر بالآيات كم قصة وبداية وبداية هنا ونبع هدايا هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية كم قصة وبداية هنا ونبع هدايا لكل نور ذكرى وآية وحكاية وآية وحكاية شنو قصة الأمير تشارلز لما زار المسجد الكبير؟ معانا أخونا العزيز وليد الفاضل أبو حمد مدير المسجد الكبير من سنة 93 ثم وكيل مساعد للشؤون الثقافية في وزارة الأوقاف الإسلامية رحب فيك أبو حمد يا هلا وسهلا يا هلا والله فيك والساعة المباركة وكل عام وانت بخير ومبارك عليك الشهر مزمان عنك يا أبو حمد تسلم مشكور ما قصرت الله يحفظك شو القصة أبو حمد زيارة أعلن عنها طبعا موجودة أيه. بالجرائد وكذي أيه. بس كان حلو أنه يوم طلب سعادة السفير البريطاني لموضوع زيارة الأمير تشارلز إلى المسجد الكبير وتدري أن المسجد الكبير معلم عالمي فكثير من ضيوف الدولة إذا جو الكويت يزورونه أي وقت أنا موجود فطلب مني أن الأمير بيزور المسجد ووده يطلع على جمال بناء المسجد والمسجد الكبير تدري أنه ما شاء الله يعني كان وقته بدأ ينتشر وناس وايد يشوفونه يعني في يعني بالإعلام وبالصحافة أي وقلت له والله فكرة حلوة أن الأمير تشارلز يزور المسجد وإحنا نستقبل يعني وايد وفود بس قلت له يا ريت يعني أن في وفود يومية تدخل المسجد يوميا يوميا كبار الشخصيات وفي من الجيوش الصديقة الموجودة بالكويت وفي من الأجانب العاديين لأن عندنا مركز دعوة داخل المسجد يوزع عليهم كتب إسلامية نعم ويدعوهم إلى الإسلام ويبين لهم سماحة الدين الإسلامي جميل فكان الحوار أنه ودنا ما تكون زيارة عادية ودنا يكون اللقاء ويا الأمير تشارلز يعني نتكلم فيه عن 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 الدين الإسلامي وعموما وأنا عندي كان في المسجد الكبير دعاة إنجليز يعني أصلهم بريطاني بس هم معينين عندنا بالمسجد دعاة يستقبلون الأجانب حتى يشرحوا لهم عن تجربتهم في الإسلام وفعلا بعد ما زار المسجد صار في جلسة حوار معه كان مع الوزير حاضر أتذكر الدكتور عبد الله المعتوق وصار نقاش وايد حلو عن 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 الدين الإسلامي عموما وسماحته وأنه يعني بعض الأفعال اللي تحدث في العالم هي ما تمثل الدين الحقيقي المسيئة يعني مسيئة وبعدها أصدرنا بيان مشترك بزيارته ونفس الحوار اللي صار في الجلسة فكان يعني كان شيء أنا بالنسبة لي حس إنجاز أن زيارته ما كانت عادية لأن أنا سمعت أنه يوم زار الأزهر هم طلع بيان عن سماحة الدين الإسلامي وصار كذلك في المسجد الكبير تقريبا نفس الصيغة وأظن دعاك بعد زرته هناك بعدين سعادة السفير البريطاني قال لي أن أنت مدعو لزيارة بريطانيا وحسب كلامه أنه راح يقابلني كبير مستشارين الأمير تشارلز وفعلا زرناهم في بريطانيا وصار حديث حلو وبعدين
طلبوا منا نقابل مجموعة من الجمعيات الإسلامية الموجودة في بريطانيا، مراكز إسلامية كلها، مراكز إسلامية هي. وقابلناهم وناقشناهم عن هم طبعا بشكل عام. أول شيء عن دور الكويت، ما شاء الله زرتهم كلهم أبو حمد. زرناهم كلهم إيه؟ نعم. في مانشستر، في مجموعة مدن في بريطانيا. وبعدها يعني صار مثل يعني اتفاق أن ندعيهم إلى الكويت. بعد ما سمع منك الكلام كبير مستشارين قال لك نبي الكلام هذا تقوله حق المراكز، إن نزور المراكز. فعلا زرنا المراكز الإسلامية وقعدنا معاهم، وطلع أن وايد منهم يعني عمرهم ما زاروا الشرق الأوسط أصلا. أي فدعيت أنا مدراء الجمعيات أو المراكز الإسلامية إلى المسجد الكبير، ويونا في المسجد تقريبا أظن يمكن 12 أو 13 مركز. يومكم في مؤتمر أظن، سوينا ملتقى ثلاثة أيام في المسجد الكبير، قعدنا نناقش عن تجاربهم وفي العمل الإسلامي عموما، وعرضنا عليهم طبعا دورنا احنا في المسجد الكبير أو وزارة الأوقاف في مجال العمل الإسلامي سواء بالكويت أو في العالم. نعم نعم. واليوم المسجد الكبير يعني صار ما شاء الله يعني أكبر من مسألة معلم، صار يعني ما شاء الله الناس تتوافد عليه صبح وليل يعني ما شاء الله. هو المسجد أنا يعني أول ما انتقلنا له يعني حسينا أنه صراحة مثل جوهرة بس كان عليها رمل يعني. أي نعم. فقلنا خلينا نشيل الرمل عنه، مع أنه أنشئ هو من 85 لكن النشاط يا له بعد بداية التسعينات يعني. أي فعلا، هو أول ما أنشئ كان فكرة يحطوا له خطة استراتيجية، وبعدين صار الغزو. وبعد التحرير أقفل المسجد ليه 93، بعدين طلبوا منا الوزارة أن ندير المسجد 93 أساس أن الشيخ يابر الله يرحمه كان يبي يفتتح المسجد مرة ثانية، يفتح ثاني. ففعلا صار الافتتاح، وأنا الحقيقة يعني أنا أول ما دشيت المسجد وايد يعني عجبت في المعلم، وطلبت من الوزارة طلب يعني من المسؤولين أن أقعد في المسجد أظل. وفعلا يعني بعد معاناة وافقوا أن أسير مدير المسجد. أنا كنت أول يعني بالوزارة مدير شؤون إدارية ومالية، فانتقلت إلى المسجد. وحتى الله يرحمه والدي يوم قلت له يبا أنا ترى استلمت صرت مدير المسجد الكبير، فقال لي يا ولدي شون بالمسجد؟ قلت له إيه أنا مدير. قال لي وين نداوم بالمأذنة؟ أنا أذكر كنت لما أزورك محمد نقعد حتى بعد الدوام، ومرات أزورك حتى بالليل قاعد هناك بمكتبك ما شاء الله. أي أنا يعني من الأشياء اللي خلتني أعشق المسجد أنه قعدت 16 سنة ما أخذت إجازة. أي ما شاء يعني الله. 16 سنة ما أخذت إجازة وقت عملي في المسجد من عشقي لهذا البيت. وفعلا ساهم في عمارة هذا المسجد الكبير بالتأكيد. عمار المسجد. وحاولنا أن المسجد يكون معلم عالمي ومعلم كويتي، ويبين وجه الكويتي الإسلامي المشرق. ويانا الرزق أنه جتنا فكرة صلاة القيام سنة 94. وفعلا من صلاة القيام ما شاء الله المسجد طبعا صار بعد اكثر من مشهور ما شاء الله ما شاء الله. يعني احيانا الناس تشوف الاعلام وتحكم على المجتمع الكويتي، لكن سبحان الله المسجد الكبير عكس شيء مختلف جدا. فعلا هو عكس يعني الطيبه والروح الطيبه عند اهل الكويت، حبهم للعباده، للعباده المسالمه اللي لا تضر احد ولا شيء. التوافد بالآلاف على القرآن. بالالاف يعني التوافد بالالاف، احنا وصل فوق ال 150 الف مصلي ما شاء الله. وفي مره احنا من المرات قعدنا بالاذاعه نذيع ان لا حد يجي المسجد لانه ماكو مكان. اي نعم. اي فوق تجهيزكم الحضور اي يصير اكثر يعني. فالصراحه يعني هذا الشيء احنا نفتخر فيه ان نعمل فيه، والحمد لله احنا المسجد الكبير يعني الله وفقنا بغراء كبار مثل حضرتك. الله يسلمك. نعم ساهموا في صراحة في شهرة المسجد وحب الناس إلى المسجد. وأظن يعني من حجم العمل ما كان عندكم استعداد حتى تفتحون بالتراويح حتى. يا الله تغطون العشر الأوقات. ما يمدي إذا فتحنا التراويح ما لحق نجهز حق. فالتراويح نخليها مختصرة فقط يعني بشكل. مصلى الخارجي. مصلى الخارجي. أما ما نقدر لأن نستعد تقريبا من صلاة العصر. نستعد لاستقبال صلاة القيام. كان يقال يعني يقال والله أعلم أن الشيخ جابر رحمة الله عليه كان يحضر صلاة القيام متخفيا، صج هذا ولا يعني؟ والله ما أنا أسمع ولا لا الحين محافظ على لا والله أنا أسمع ما أدري والله. يعني أنا أسمع أن طبعا يعني بعضهم شافوا ما أدري والله يعني أسمع يقولون أنه كله ينقلون عن الناس بس لأن يعني حريص كان وايد على المسجد يعني. اي لا هو يعني صراحه الله يرحمه الشيخ جابر يعني كثير استقبل يعني
الوزارة والإدارة على موضوع نشاط المسجد واستقبل القراء المسجد، فلا يعني الله يرحمه. عساكم على القوة يا أبو حمد، شرفتونا ونورتونا في برنامج آية وحكاية، وكنت خير مثال في هذه الحكايات، وخصوصا في قصة الدعوة إلى الله عز وجل، أدعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. شكرا لك أبو حمد، بارك الله فيك. مشكرا الله يحفظك عزيز وغالي. هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ هل لك سر عند الله بينك أنت وبين الله؟ هل لك صدقات تخفى لا يعلمها إلا الله؟ قصص لا تكشف إلا بكتابك حين ترى الله، ما أحراك بهذا أن يكبر قدرك عند الله؟ قبلة قلبي كعبة ربي، يممت لها شوق حياتي، بين صلاتي وتحياتي هي في عيني، هي في ذاتي، وأراها وأحب أراها، وأصبر نفسي للقاها، معجزة ربي يبقاها، حرما يزخر بالآيات. كم قصة وبدايا وبدايا، هنا ونبع هدايا هدايا، لكل نور ذكرى وآية وحكاية. كم قصة وبدايا، هنا ونبع هدايا، لكل نور ذكرى وآية وحكاية، وآية وحكاية.